السلام عليكم أصدقائي، سأتحدث لكم عن أضرار الأكل غير الصحي على صحتنا. فالغذاء غير الصحي كالبطاطا المقلية، الحلويات، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، البيض واللحوم المصنعة وغيرها يؤثر على صحتنا لتوفرها على نسبة عالية من السعرات الحرارية. تناول هذه الأطعمة يؤدي بنا للسمنة التي بدورها تؤدي إلى أمراض مزمنة كالسكر وأمراض القلب والسرطان واضطرابات نفسية كثيرة. فأتمنى من أصدقائي الابتعاد عن الأكل غير الصحي واجتناب مخاطره. شكرا لمشاهدة هذا الشريط. شكرا لكم كلكم يا أصدقائي.